مساء الخير على كل مشاهدينا متابعينا، وكل عام وانتم بخير، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ساعه الاستشارات. استكمالا لسياسه قناه الصحه والجمال في تقديم كل ما هو جديد في عالم الطب والصحه، وايمانا بمبدانا ان الوقايه دائما خير من العلاج، بيشرفنا ويسعدنا النهارده ان يكون معنا الدكتور جمال عبد الحميد، استشاري العلاج النفسي ودكتوراه في العلاج النفسي. يا اهلا وسهلا دكتور. اهلا بيك، منورنا وسعداء بلقاء حضرتك. اهلا بيك. احنا في اول فقره من برنامجنا وهي فقره استفهام. موضوعنا النهارده عن موضوع بيهم شريحه كبيره جدا من الناس، هو موضوع الاكتئاب. ناس متضايقه، بتلاقي واحد وشه عبوس، شايل الهم ما تفهمش ليه. ممكن يبقى في ناس كتير هي بتعاني من الاكتئاب وهي مش عارفه ان عندها اكتئاب. عندنا اسئله كتير 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 في موضوع الاكتئاب. هل ممكن يبقى في صاحب يجيب اكتئاب؟ زوج يجيب اكتئاب؟ زوجه تجيب اكتئاب؟ ضغوط العمل ممكن تؤدي الاكتئاب ولا لا؟ الحر يجيب اكتئاب ولا لا؟ الفشل يجيب اكتئاب ولا لا؟ في اسئله كتير قوي. مبدئيا هو الاكتئاب ده مفهومه العلمي ايه؟ يعني ايه اكتئاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. صحه وسلامه. ما كناش نحب بنبدا بالفقر الاكتئابي في اوائل رمضان. احنا واخدينها من اطار الوقايه خير من العلاج عشان ما يجيلناش. الوقايه خير من العلاج. فهي قصه بس في البدايه، الاكتئاب يعني ايه؟ اكتئاب يعني حاله انفعاليه نفسيه تؤدي ان الشخص ما يكونش على المود او على المزاج اللي هو متعود عليه. يكتئب، يعيط، يزعل، يحزن، ينزوي، ينطوي، يبعد عن الناس، ياخد جنب كده زي ما بيقولوا بالبلدي. نتيجه ايه؟ ظروف كتير قوي بتؤدي لهذا الموضوع، الاكتئاب اللي احنا بنتكلم فيه ده. اولا في يعني كيمياء المخ فيها جزء معين بيتغير، لما يتغير هذا الجزء في كيمياء المخ يؤدي الى الاكتئاب. كل اللي حضرتك ذكرته ده قبل كده كلها عوامل تؤدي للاكتئاب. في زوجه تجيب اكتئاب؟ اه طبعا في زوجه تجيب اكتئاب، وفي زوجه تجيب الانشراح والانبساط والسرور. في زوجه تجيب اكتئاب يعني عشان وفي زوج. بس في الغالب اقول لك على حاجه، بس الستات هيزعلوا مني. الستات هم اكثر عرضه للاكتئاب، فبالتالي بيؤثروا ويتاثروا بالاكتئاب. اتزعل مننا ناس كتير كده. معلش بس انا بقول حتى النسبه حتى النسبه الاكتئاب في الفيميل اعلى من الميل، يعني في السيدات اعلى من الرجال، نسبه 2-1 مثلا. طب ده مظلومين هم في دي يعني. اه طبعا، لان الست برضو يعني اكثر حساسيه. اصل الانسان اللي بيجي له اكتئاب ده هو يبقى عنده مشاعر وعنده احساس، مش عارفه في الكلمه جبل، هو شخص حساسي عنده. يعني البني ادم مشاعر. البارد ما يجيلوش اكتئاب؟ اه طبعا البارد ما يجيله بس بسيط ويعرف يخرج منه بسرعه. اما الانسان اللي عنده مشاعر وعنده احاسيس فياضه فده بيبقى اكثر عرضه للاكتئاب. مش معنى كده بنقول الناس ما تبقاش عندك احساس ومشاعر، لا، المشاعر دي بتبقى جوه الانسان. في جين زي ما قلت لحضرتك وراثي مورث كده، ان اغلبيه الناس الفنانين قوي اللي هم المبدعين والعباقره والفنانين بيصابوا بالاكتئاب اكتر من الاشخاص العاديين. طب ليه؟ لان عندهم مشاعر فياضه، مشاعر حساسه. يعني اذكر على سبيل المثال الحصري، يعني صلاح جايين كاتب اللي كان بيهلك الناس من الضحك هو مات بالاكتئاب. نسال الله الرحمه ليه يعني كده، ربنا يرحمه. فتلاقي اغلب الناس اللي هم عايشين في الجزئيه دي هم مبدعين في جزئيات معينه، لكن الاكتئاب بيصيبهم بسرعه. انا كان حصل موقف دكتورنا العزيز، ان كان ليا صديق سافر في دوله من دول شرق اسيا، فكان ليه ملحوظه عجيبه جدا لاحظها هناك. بيقول لي الناس كلها هناك ماشيه بتضحك، الوشوش بشوشه في الشارع، على عكس عندنا احنا هنا، فكل واحد ماشي ايه هو ايه يعني، كل واحد بيتجنبه. لا ده شكله شايل الهم، يعني لما تدقق في وشوش الناس وهي ماشيه تحس لا في مشاكل كتير، في هم كتير، في حاله من الاكتئاب. هقول لحضرتك على حاجه، معلش، هو بعض المجتمعات بياخدوا الامور وسائل الحياه عندهم بسيطه، ما بيبقاش فيها تكلف اكتر من اللازم. يمكن احنا عشان عندنا برضو الى حد ما الضغوط الاقتصاديه بتمثل لنا عقبه كبيره جدا، فتلاقي اغلب الناس هي عبوسين شويه. ده العقبه الرئيسيه. اه يعني مش هنقول الرئيسيه بس هنقول يعني الاهميه للاهميه بالنسبه لهم. يعني ان الناحيه الاقتصاديه كلما يعني انخفضت او كلما كان فيها مشاكل، كلما ظهر على الشخص علامات البؤس والاكتئاب والحزن والزعل. طيب لكن الدول دي بيبقى في الغالب بيلجأوا للطبيعه اكتر، واخدين الامور ببساطه يعني. اه حتى في اكلهم، اكلهم بسيط جدا. احنا عندنا كل المناسبات عندنا مرتبطه بالاكل مع الاسف، طبعا
كلها مش مولد النبي في اكل عاشوراء، في اكل السنه، في اكل كبير عيد صغير. رمضان رمضان ده ما شاء الله يعني. فالناحيه الاقتصاديه بتاثر وتؤثر في الاشخاص. طب ايه الحاجات بقى، اشهر الحاجات اللي ممكن تؤدي ان الواحد يصاب بالاكتئاب وهو مش عارف؟ الاحباط. الاحباط يعني ايه احباط؟ احباط يعني يبقى فرد حاطط امل على حاجه معينه وعايز مثلا يشتغل في وظيفه معينه ومقدم وامكانياته تتناسب مع الوظيفه وكده، يلاقي ما يوفقش لسبب ما او لحد واسطه او غير واسطه او اي ظروف ما، يصاب باحباط. هذا الاحباط اول درجات الاكتئاب. فيكتئب. الى جانب برضه بعض الاسترس او الضغوط اللي بيمارسها اي شخص على الاخر ممكن تجيب اكتئاب. يعني زي ما حضرتك قلت برضه الزوج او الزوجه. الزوج ممكن يجيب اكتئاب لزوجته بالاسترس اللي بقى عليها. والعكس صحيح برضه، ممكن الزوجه بالمطالب اللي هي مبالغ فيها مع زوجها ممكن يجي له اكتئاب وكده. بس حته الاكتئاب عند قلت لك عند المراه اكتر شويه. ليه؟ لان المراه برضه الى حد ما على قدر من التحمل كبير، واخد بال حضرتك، بس المشاعر عندها ضعيفه، يعني النفسيه عندها ضعيفه شويه، فبتصاب باكتئاب اكتر من مرهفه الحس زياده. مرهفه بالظبط بالظبط. من ضمن الحاجات اللي ملفته للنظر، في اعلانات دلوقتي موجوده في التلفزيون اللي هي المناشده للتبرع للمستشفيات ولمرضى القلب ومرضى السرطان. يمكن في جمله سمعتها من بنوته صغيره، انا مش عايز اشوف الاعلانات دي. يبقوا قاعدين بيتفرجوا على برامج بتبعث على البهجه، ففجاه تلاقي الاعلانات جايه في النص. يعني انا ده يجيب اكتئاب برضه؟ انا طبعا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني خلي التبرع مش في صوره ان انا اجيب بيشن او شخص او شخص او طفل او طفله بتعاني من مرض ما استعطف بقلوب الناس. يعني كده يعني الرحمه موجوده الحمد لله. الرحمه موجوده في المصريين عموما يعني. فهي قصه بلاش ان انت تجيب تمثل بصوره شخص ما وتطلعه في اعلام عشان تستجدي الاخرين بانهم ياخدوا التبرع. التبرع معروف يتحط كده من غير اي صوره ولا حاجه، رقم حساب او اعلام معين بسيط بكلمتين تبرعوا لكذا فقط. لا ده هي الحسبه، هو مين اللي هياثر اكتر في الناس فهو ده اللي هيجي له تبرعات. معلش انا عايز ده اللي ماشي دلوقتي. لا مع الاسف مع الاسف احنا فهمنا عن الموضوع التبرع للمرض دي فهم خاطئ. اولا يعني ما هو زكاه المال او زكاه الفطر او اي زكاه من الواحد بيخرجها، الافضل ان نحطها في البوتقه دي في الحته دي، المرضى مستشفيات التعليم، مش المرضى بس، لا والتعليم كمان. يعني الحاجات دي بتجيب اكتئاب؟ طبعا دي حقيقه. وطريقه عرضها كمان تؤدي للاكتئاب. تؤدي. طيب لو ليا واحد صاحبي بقى كئيب يجيب كآبه بيعاني من الاكتئاب، الكلام ده ممكن ينعكس عليا؟ طبيعي. طبيعي الانسان بيتاثر بالاخر، والانسان وجود في حضره الاخر، يعني من غير شخص ما انا ما اقدرش اتعامل او اتواصل. يعني انا ليا واحد صديق صاحبي هو دايما كل ما نلتقي مع بعض لازم نقعد نهرج ونضحك ونرسم البسمه مع بعض ونفتكر. ممكن كل واحد في اللي مكفيه مليان وما فيش حد ما عندوش مشاكل. المشاكل اوريدي موجوده، بس انت اجمل حاجه ان انت تخرج عن المشاكل دي ازاي، تتعامل ازاي، انك تخرج من حاله الحزن وتحاول بقدر الامكان انك يبقى عندك المبهجات. دلوقتي ما بقتش موجوده مع الاسف. الشجن اللي موجود يعني ما اسمع اغنيه بس اغنيه تثير البهجه والانشراح، وليس اغنيه كلها بقى ايه شجن وعذاب والم ونار وكلام ده. طب ده اللي زي ده نعمل ايه يعني، نبعد عنه ولا نعمل لا ننسحه؟ ننسحه ان يمارس رياضه. الرياضه من ضمن الحاجات اللي بتقضي على الاكتئاب. الرياضه، سماع القران، قراءه القران، الصلاه، التقرب الى الله، ان تعمل اكل انت بتحبها بنفسك، واخد بالك، تنطلق، تشم هواء، تخرج في جنينه، تروح على بحر، ولو حتى يوم ولا حاجه، كل الكلام ده بيشيل. هو فعلا بمناسبه الاكل، هو فعلا في اكلات معينه او مشروبات معينه ممكن تساعد على الاكتئاب وفي نفس الوقت على النقيض، ان اكلات معينه تبعث على البهجه؟ يعني زي ما بيتقال عن الشوكليت كتير وانها هو انا بنصح انا عن نفسي انا لما الواحد يكون عنده اكتئاب ياكل حته شوكولاته صغيره، مش باكل شوكولاته كبيره. ياكل حته صغيره، لان الشوكولاته مرتبطه بهرمون السعاده، مرتبطه بتاثر في المود في المزاج. فجزء بسيط من الشوكولاته يخلي الانسان ما يكتئبش. في بعض المأكولات بتجيب اكتئاب. في طبعا الفول بيجيب اكتئاب. الفول بيجيب اكتئاب؟ احنا عرفنا السر كده، احنا ليه حاله الاكتئاب منتشره عندنا؟ يعني الناس اللي بتاكل الاكل اللي باستمرار الروتيني هو يجيب اكتئاب. حتى لو انت بتاكل كل يوم لحمه هتجيلك اكتئاب، تيجي مره تقول لك علشان كده كان دايما يتقال نوع في الاكل وفي الوان لازم. الاكل لازم.
طب احنا وصلنا لفقرة مهمة من فقرة ساعة الاستشارات، فقرة استشارات بريئة. يا دكتور انا حاسه بالاكتئاب وشايله كل هم الدنيا فوق راسي، في حاجه اشربها عشان اخرج من الاكتئاب ده؟ لا يا طريقه كلام اولا مش مكتئب. بس هو سؤال مهم، سؤال بريء يعني. قلت بقى طبعا الاطفال ممكن يجي لهم فعلا اكتئاب. طبعا في الاكتئاب في الطفوله، طبعا بلا شك في اكتئاب في الطفوله، ولازم احنا ناخد بالنا منه ان الطفل لازم تتقرب اليه. ده اكتئاب ده يجي لهم ليه الاطفال دي؟ من التعامل، من التفاعل. ممكن مدرسه في الحضانه تقول للولد كلمه يجي له اكتئاب فيها. ممكن مدرسه تمد ايديها عليه تضربه يجي له اكتئاب. بالنسبه للبريئه الحلوه اللي بتتكلم دي بقى، لا تشرب موز باللبن. الموز باللبن يشيل الاكتئاب ان شاء الله. فعلا دي حقيقه؟ الموز كويس جدا، بيساعد على يخلي المود كويس وبتاع. موز باللبن. طب ايه تاني؟ او شوكولاته باللبن او فراوله باللبن. حاجات دي برضه. في مشروبات او اكلات معينه بقى؟ في اكلات طبعا الجمبري. الشوكولاته طبعا من الحاجات وما نكترش فيها. ما نكترش فيها، لان الشوكولاته بتعمل هايبر اكتيفيتي للاطفال، يعني زي ما بتعمل بتبعث على السعاده، لانها بتعمل فرط حركه للطفل لو كل بكميات كبيره وعلى طول. طيب انا اعرف بقى ازاي يا دكتور ان انا يعني والاكتئاب في منه انواع مبدئيا؟ طبعا. يعني في احنا كنا بنسمع من زمان كده يقول لك في اكتئاب مزمن وفي اكتئاب حاد بس حضرتك الاكتئاب ده في اكتئاب عصبي وفي اكتئاب زهاني. الاكتئاب العصبي هو الاكتئاب النفسي التفاعلي، اللي هو انا مكتئب بس بتعامل، بتواصل. في اسباب خارجيه هي اللي مأثره فيا في الاكتئاب ده، هي اللي عامله لي الكلام ده. سقطت في امتحان لا قدر الله، فشلت في وظيفه، رئيس في الشغل مثلا مش مبسوط مني، بيخصم مني، الكلام ده كله ده اكتئاب تفاعلي نتيجه لموقف معين. تمام. اما الاكتئاب الذهاني بقى فهو الاكتئاب اللي ما تلاقيش ليه اسبابه الخارجيه مش موجوده. الاكتئاب الذهاني يعني اكتئاب عصبي واكتئاب ذهاني. ده ليه اسباب خارجيه اللي قلت لحضرتك على العصبي، اما الذهاني ما ملوش اسباب خارجيه، كلها داخليه. بيعاني من ارق في اول النوم بالنسبه للعصبي، اما الذهاني لا، ده نومه متقطع وايه وعنده ايه مش قادر يتحرك. التاني بيتحرك كتير، العصبي بيتحرك كتير، رايح جاي رايح جاي. هنا ما فيهوش هلاوس ولا ضلالات في العصبي، ما فيش هلاوس ولا ضلالات. اما في الذهاني بيبقى فيه هلاوس وضلالات. يقول لك الناس بتتكلم عنه، بيسمع اصوات، بيشوف خيالات، واخد بال حضرتك؟ تغيير الظروف بالنسبه للعصبي لو خرج من المكان ده وراح قعد في مكان مريح اكتر، مريح بيبقى احسن، حلت المشكله عنه. اما التاني لا، لو غيرنا الظروف ما يفيدش برضه، لان هو عنده الهلاوس والضلالات. ده يتعالج بالعلاج، وده يتعالج بالعلاج الادويه يعني. بس العصبي ممكن يتعالج بجلسات العلاج النفسي. العلاج النفسي يقعد يتكلم مع حد مع الاخصائي النفسي طبعا، يقعد يتكلم معاه. اما التاني لازم ياخد له علاج لفتره معينه، عشان ده ممكن يؤدي بيه للانتحار. يعني الاكتئاب العصبي ما يؤديش انتحار الا لو زاد. اما الاكتئاب الذهاني فده لما فكر في لو فكر في الانتحار بيفكر في الانتحار باستمرار، ولو خد قرار بينفذ. وعشان كده احنا بنخاف جدا من الاكتئاب الذهاني ده، لازم يتحجز في المستشفى. طيب انا اعرف ازاي بقى ان انا عندي اكتئاب؟ ايه الاعراض؟ استاذنك نستقبل اتصال الاول ونستكمل حديثنا. معانا الاستاذ حازم من القاهره، اتفضل يا فندم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا يا فندم. بعد اذنك بس كنت عايز اكلم الدكتور. حاضر، مع حضرتك، اتفضل. ازيك يا دكتور جمال؟ ازيك يا استاذ حازم، اتفضل. كان في بس سؤال يا دكتور كنت عايز اعرضه على حضرتك. اتفضل. يعني احنا كنا عايزين بس يعني حاجه حضرتك كان مثلا تنصح لنا، بحيث ان انا طالب ثانويه عامه، فطبعا انا بيجي لي اكتئاب شديد جدا وقت دخول الامتحان وكده، لان زي ما حضرتك عارف. ليه يا حازم؟ ده بيستغربوا الامتحانات يا ابني كل يوم، بيجي لك اكتئاب ليه بقى؟ هو المذاكره بقى يا دكتور، والضغط علينا، يعني الواحد عليه ضغط ومذاكره، فالواحد بيخش يعني بيبقى من الرعب والخوف بتاع الامتحان، فبيجي له اكتئاب وبيجي له يعني حاله نفسيه كده، يعني ما اقدرش اقول لك ايه هي. بس يعني فاحنا عايزين حضرتك مثلا نصيحتك كده لينا، تنصحنا بايه او الحاجه ان احنا ممكن نسترجعها، يعني ناخدها من حضرتك مثلا نستفيدها منك يعني. بص يا حازم، طيب. انت بتصلي؟ ان شاء الله. بتصلي ها؟ وبتنظم وقتك في المذاكره؟ واخد بالك؟ صلي ونظم وقتك في المذاكره كويس قوي، وما تخافش من حاجه خالص، لان اولا الامتحان ما فيش اسهل منه. الثانويه العامه دي اسهل سنه، بس هو الهاله اللي معموله عليها ان لازم تنجح ولازم تجيب مجموعه ولازم تخش كليه كويسه ولازم ولازم ولازم
وابن عمك جاب كذا وبنت خالتك جابت كذا، كل ده بيعمل لك توتر وقلق. طيب. خلي عندك ايمان بالله وثقه بنفسك واجتهد وذاكر واعمل اللي عليك وحل امتحانات على قد ما تقدر، واخد بالك، وخش ورقه الاسئله امسكها وانت عارف كل اللي هيجي لك ده انت مذاكره، ومش مذاكره مره واحده، انت مذاكره من شهر 8 اللي فات. يعني بقالك سنه بتذاكره، يعني اكيد حفظته وفهمته. بشكرك يا استاذ حازم، هو حازم، ونتمنى ان تكون النصايح دي مفيده. طيب استكمالا بقى لحديثنا دكتور، اعرف من اعراض الاكتئاب، اعرف ازاي ان انا عندي اكتئاب؟ بص يا حبيبي، اولا الشعور الاول بتبقى بعدم السعاده، انت بيبقى عندك شعور بعدم السعاده، حزين، واخد بالك، مش انت يعني، انت مش انت زي ما بيقولوا، واخد بالك، عند في قلق، نقدر نسميها بالبلدي كده قرفان من الناس، وقرفان من الدقوع، يعني مزاجك مش رايق، واخد بال حضرتك، في قلق، في بكاء، في عدم نوم، بتنام وتصحى وبتاع، مفيش اهتمام بنفسك، دقنك بتطول، لبسك مش بتهتم بيه، عندك صعوبات في المنطق، صعوبات في التفكير، في الادراك، في الذاكره، في التركيز، في الانتباه، كل ده بتنطوي، ما بتحبش تقعد مع حد، واخد بالك، كل الاعراض دي بتخليك بتفكر ساعات في الموت وتتكلم عن الموت كتير، واخد بالك، وفي بعض الحالات بيفكر في الانتحار اللي احنا كنا بنتكلم فيها. فلازم هو يخرج من الفكره دي، يتكلم مع حد. الاعراض دي يا دكتور جمال، ده احنا كده نسبه كبيره جدا مننا عندنا اكتئاب، مش عارفين ما يعني هو الاكتئاب يعني مراحل بيتفاوت. بيتفاوت، انا ممكن انا اكتئبت، انا بتفرج على ماتش معين وعايز فرقتي تكسب واتغلبت مثلا، هقعد اكتئب قد ايه؟ ساعه اتنين؟ لو رحت الشغل اصحابي يقعدوا يغلسوا عليا وبتاع وينرفزوني، ماشي، دي حاجه بتعدي، لكن لما الموضوع يطور معايا بقى يوم واتنين وثلاثه وانا زعلان، هو ده ايه اللي يبقى فعلا علامه استفهام، لازم يتشاف. اولا ما يقعدش لوحده. طب نستقبل اتصال ونستكمل حديثنا. معانا اتصال، اتفضل يا فندم. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اسال الدكتور سؤال، بس انا دايما ببقى مش عايز اقعد في البيت، وعايز اطلع بره على طول. تمام، في مشاكل؟ انت متجوز؟ لا لا. طيب حضرتك حابب تسال؟ هو انا على طول كده، حتى لو في اي حاجه في البيت مش بقعد. جالك اكتئاب قبل كده يا استاذ حازم؟ اسمه حازم ولا؟ بس هو انا بس مشكلتي ان انا مش بحب القعده في البيت كتير. يا ريت الدكتور يشوف لي حل للحاجه دي. طيب ماشي، بنشكرك والدكتور هيجاوب على حضرتك. هو مش عايز يقعد في البيت. ايه اللي في البيت ممكن يكون مقرقه ان هو ما يقعدش فيه؟ هو لازم ان هو مش عايز يقعد في البيت، معناها ان في حاجه في البيت هي اللي قرفاه من البيت، فمش عايز يقعد في ممكن. البيت. ممكن يكون في حد بيعمل استرس عليه، ضغط عليه من البيت، فما بيحبش يقعد في البيت، واخد بال حضرتك، فلازم يبحث السبب، انا مش عايز اقعد في البيت ليه؟ عشان ايه اللي مضايقني؟ بابا، ماما. طب احنا هنشوف الحاجات اللي بتضايق دي ومش مخليه الواحد يقعد في البيت، بس بعد الفاصل. طيب. فاصل ونعود اعزائنا المشاهدين، فابقوا معنا. رمضان جمال. حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إلا الله، أشهد أن لا إله إلا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. رمضان صحة، رمضان جمال. مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم مره ثانيه. بنرحب بحضرتك مره ثانيه دكتور جمال. اهلا بيك يا استاذ. استكمالا لحديثنا كنا بنتكلم ايه الاعراض اللي انا اشوفها على نفسي او ان انا الاحظها على احد افراد الاسره فاعرف ان ده بيعاني من حاله اكتئاب. في الغالب بيبقى عنده شعور بالتشاؤم والياس وان مفيش امل في المستقبل، توهم المرض، الانطواء الاجتماعي، ان هو ينعزل عن العالم بقدر الامكان، والاحساس بالذنب، دايما يحس ان هو مشاعر بالذنب والدونيه، ان هو اقل من الاخرين، اللي هو الاحساس بالنقص. بالنقص. بيفكر في الموت زي ما قلت لحضرتك، وبيفكر في الانتحار باستمرار كده. اكتر الشخصيات اللي بتميل للاكتئاب بقى اللي هي الشخصيه الهستيريه، اللي هي دايما بتحاول يبقى عندها حب الظهور. فبتلاقي لما تلاقي يكتئب تلاقيه بقى خلاص بقى يعني يظهر بقى ان هو مكتئب او بان عليه قوي في طريقه لبسه، في طريقه تسريحه شعره، لان بان فرق واضح. وعند السيدات بيبان قوي الموضوع ده جدا، يعني تبص للشخص كده تشوفه، في بعض الشخصيات تبص لها ما تحسش ان عنده اكتئاب او ما عندوش، بس برضه هتلاقي ان في حاجه متغيره. لكن في نوعيات تانية مجرد ما يكتئب بتبص لعينيه خلاص الدنيا سودت في وشه. بس في ناس احنا لو على علاقه بيهم بشكل مستمر وبنشوفهم كل يوم هنلاحظ الفرق ده. الملفت للنظر بقى ان ممكن في ناس ما بنشوفهاش كل يوم، ممكن اول مره نتقابل بس بتشوف الشخص بتقول لا ده عنده اكتئاب من طريقه كلامه. طريقه كلام الوش، الفيس ده، الوش ده في حد ذاته اداه معبره لاي حاجه، مرايته، مرايه بالظبط. فاحنا كشغالين في المجال النفسي ده، فممكن ابص لحضرتك اعرف ان حضرتك النهارده كويس او مش، حتى من غير ما اعرفك، دي نظره بس بدون كلام. من غير كلام. يعني ساعات ببقى مثلا بتكلم مع حد ما بيعرف ان انا دكتور نفساني او كده، واتكلم معاه
اقول له يقول لي مثلا حلل لي شخصيتي مثلا في الكلام، اقول له كلمتين كده يقول لي اه صدق صح، من غير يقول لي عرفت منين يعني. انا في حاجه في بعض الشخصيات بقول لهم الكلام ده بالظبط يقول لي كما لو ان انت عايش معانا يا رب. فدي طبعا بالاكسبيرينس وكده والتعامل، بس دي حاجه تروش يعني. لا مش تروش على حاجه، لا دي علم ودراسه. اه دي دراسه، مش العلاج الناس دي دراسه، مش طب. مش شعوذه او حاجه. استكمالا للاعراض، في بعض الناس بتيجي تحط دماغها على المخده بالليل هي بتتقلب تنام مش دوريانه بحاجه خالص، في لحظه بينام. وفي واحد تاني دماغه تقعد تاخد وتجيب وتودي وتعمل ويفكر، والمستقبل واللي حصل والماضي واللي هيحصل، وشايل هم الدنيا كله على دماغه. ده من علامات الاكتئاب؟ اه طبعا من علامات الاكتئاب طبعا. الشخص ما تلاقيش الشخص المكتئب ما بينامش بسرعه، والنام ما ينامش كتير، يبقى عنده أرق في النوم في بدايه النوم وفي وسط النوم وتوتر وقلق، ويقوم على طول ما ينامش، يحس ان الناس كلها نايمه وهو اللي صاحي، وتلاقيه ايه يفرق بقى في الشقه. يعني بيجد المتعه مثلا في السهر برضو، لان دماغه شغاله ما بتفصلش. ففي الغالب بنديله حاجات مضاده للاكتئاب ومضاده للقلق برضو، علشان ايه القلق دايما مرتبط بالاكتئاب. فبنديله حاجه برضو عشان تهديه، بس انه يقدر ينام شويه، لان في حد ذاته النوم ده بيفرز هرمونات معينه، فبتساعد الشخص ان هو ايه يستعيد خلايا تاني في المخ ترجع تاني تتكون تاني لما يجي. طيب من ضمن الحاجات، ما اعرفش اذا كانت دي من ضمن الاعراض ولا لا، لكن هي حاله موجوده، ان بتلاقي في صراع في اللا شعور عند الشخص. هو بيقعد يكلم نفسه كتير، بيقعد يأنب نفسه على حاجات كتير ويلوم نفسه. قبل الدكتور جمال اه والله انا كنت المفروض اقول له كذا ما اقولش كذا، ده لما قال لي كذا المفروض كنت ارد عليه اقول له كذا، طب انا كده اتصرفت صح ولا اتصرف، ويقعد دماغه شغاله وعماله تاخد وتدي مع بعضها. ده برضو من اعراض الاكتئاب. من اعراض الاكتئاب مع الوسواس. ده الوسواس ده حاجه ثاني عليها كمان. مع الوسواس بيبقى عنده برضو افكار كتيره وضغوط افكار وزحمه افكار زي ما بيقول. الزحمه دي لو قعد مع الدكتور ذكري كده يروح جاي قايل له كلمتين، وبعدين بمجرد ما يمشي الاخ انا نسيت اقول له كذا، يرجع يتصل ويرجع. وبعدين الموضوع بقى لو تستسلم الموضوع بيكبر معايا، بيكبر معايا في حاجات كتير جدا. عشان كده بقول لحضرتك المكتئب ده لازم يعني يبقى عندنا كل الاهتمام بيه، لان ممكن يجي على لحظه من اللحظات زي ما قلت لحضرتك الاكتئاب العصبي والاكتئاب الذهاني. تمام. الاكتئاب العصبي ده ممكن يبقى ذهاني، ازاي؟ ان يتطور وما يتعالجش، تم اهماله هنا فانتقل أيوة. لمرحله ثانيه. خش في حاجات ثانيه. طيب من ضمن الحاجات ال في مرحله مهمه في 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 السن، وهي المرحله مرحله المراهقه، نتكلم مثلا من 13 سنه ل 18 او 20 سنه، بنلاقي في حاله من التمرد موجوده لدى الشخص المراهق ده. ايه تفسير الحاله دي وعلاقتها بالاكتئاب؟ هقول لحضرتك على حاجه. اولا انا مش هقول اقول الصبيه بقى، تمام. من سن 12 13 سنه لحد 18 لحد 20 سنه كده، هتلاقي دي فتره هي يعني فتره مراهقه. من اسبابها ويعني والعيوب اللي فيها قوي التمرد على مصادر السلطه. يتمرد على الاخرين اللي هم الاكبر منه، اب ام اخ كبير مدرس ضابط شرطه وكيل نيابه، يتمرد على الاكبر منه. انا شايف نفسي كبرت خلاص وبقيت راجل، فانا مش عايز رقابه. وبالتالي ما بياخدش النصيحه، كمان بيرفض انه ياخد النصيحه من الاخر. فعشان كده دي مهمه جدا. المرحله دي يعاني فيها الشباب والفتيات معاناه شديده جدا، وبيجي لي دايما في العياده حالات كتيره تقول لي انا مكتئبه وبتعيط ما بتاكلش، بتعمل مشاكل مع ابوها، بتعمل مشاكل مع امها. ويحضرني فتاه في رعايه الشباب كانت مرتبطه عاطفيا بانسان زميل ليها يعني في الجامعه، اكيد ده السبب الرئيسي. ايوه انا بس بقول لك عشان برضو كل ام وكل اب ياخدوا بالهم وياخدوا حذرهم في جزئيه ان انا اصاحب ابني او اصاحب بنتي، لان هترتبط بشاب في هذا السن، والشاب ده ممكن يكون غير جدير بالمسؤوليه، فيلعب بعاطف البنت. وانا عندي مقوله دايما بقولها ان قدر ولاد الناس يقعوا مع الاوباش، مش عارف ليه دايما تلاقي البنت او كويسه جدا وتقع مع شخصيه مختلفه خالص عنها، فبالتالي يفضل بقى زي ما تقول ايه مرمك بيها الارض زي ما بيقولوا بالبلد يعني عفوا يعني في اللفظ. فتلاقي دايما البنت تبقى حساسه جدا ومرهفه الحس والمشاعر، وتقع مع شخص هو محسسه بقى ان هو ايه، هو بقى يعني الان ديلون، وهو بقى يعني الفتى الاول والاخير ومفيش غيره بقى، فيقعد يلعب مع مشاعره. فانا بقول من هذا البرنامج المحترم ان كل فتاه تحط في دماغها حاجه معينه، ان الشخص اللي بيرتبط بيكي في هذا السن اولا غير مقبول خالص انك ترتبطي بيه، واخد بالك؟ انت علاقتك بزماله دراسيه فقط، ولو كان غير زماله دراسيه يبقى مفيش علاقه بينكم، عشان بس عشان نكون صراحه مع بعض. ولو ارتبطت بانسان الزواج يعرف بابه،
وفي الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي ده مش سن جواز خالص، من 13 و12 لحد 18 19 20 ده مش سن جواز، ومفيش حد بيتجوز في السن ده في الوقت الحالي في ظل الظروف اللي احنا اتكلمنا عليها. فما تبهدليش نفسك، ما تعيش نفسك وتبيع نفسك والافكار تخش لك والاكتئاب يجي لك وفكر في الانتحار. وبعض الابناء والبنات بينتحروا، بيحاولوا ينتحروا، وربنا اللي بيستر. طيب ده في فيما يخص الفتيات. فيما يخص بقى الصبيان، لازم برضو يراعي ربنا ان انت دي اخت، انت لو انت بتحبها تحافظ عليها، ولما ربنا يكرمك وتتخرج من الجامعه يبقى عندك مقومات الجواز، اهلا وسهلا. عندك مقومات الجواز حاليا في الوقت الحالي، بابا جايب لك شقه، عندك عربيه، عندك وظيفه، اهلا وسهلا. بنات كتير ربنا يستر على بناتنا ويرزقهم الزواج الصالح. لكن ما نقلتش الحاجات الخيره واستعمال الفيسبوك والتويتر وكل الوسائل الحادثه دي في ان انا ارتبط بفتاه واتكلم معاها كلام خارج واخده بربنا في الشهر الكريم ده وغير الشهر الكريم برضه، واخش في علاقه واتكلم في كلام ما يصحش حسب علي ربنا، وما يلفظ من قول الا ولدي رقيب عتيد. فلازم احذر انك ليك اخت وليك ام وليك بنت وليك بنت خاله، فحافظ على بنات الناس عشان ربنا حافظ عليك. طب واللي متمرد ده بقى مش عايز يعني يقبل نصيحه من حد ولا من والده حتى، يفتكر حاجه واحده ان هيخش القبر. يعني المتمرد ده، انت متمرد لحد امتى؟ لحظه من اللحظات بتقعد تموت. محمد عليك ليه مات اهو، الله يرحمه، كان بطل الملاكمه في العالم ومات. يعني اقصد كل واحد هيجي عليه لحظه. ما احنا عارفين كل ده يا دكتور، احنا بنتكلم بقى من ناحيه الطب النفسي. الطب النفسي لازم الواحد اللي بالطبيعه دي اتعامل معاه ازاي؟ لا لازم يشتاف، يعني لازم اخصائي نفسي يشوفه ويتعامل معاه، يقعد معاه. اصل هو مش ممكن يتقبل ابني، مش هيتقبل مني انا، لكن هيتقبل من حضرتك. ابنك مش هيتقبل منك، هيتقبل مني. فاذا لازم يتقبل. ما هو احنا هنا بينقصنا برضو يمكن بقى في مخاوف موجوده عند ناس كتير، هو انا هودي ابني لطبيب نفسي؟ فالحسبه بتتقلب ايه ده، هو مجنون يا دكتور. هقول لحضرتك على حاجه، معلش. انت النهارده لو حضرتك وسبت باي تعب لا قدر الله شويه تعب في المعده، مش تروح دكتور باطنه؟ طبيعي. سنانك وجعتك، مش تروح دكتور سنان؟ طبيعي. طب انا نفسيتي تعبانه، مش هروح لدكتور نفسي؟ احنا بقى ما عندناش الثقافه دي موجوده. لا لازم الثقافه، لا الثقافه موجوده لسبب بسيط، لان العلاج النفسي او الطب النفسي ده فرع من افرع الطب، فرع مهم جدا لا يقل اهميه عن اي حاجه ثانيه. ما هو في انطباع برضو دكتور جمال، كان يا دكتور زيد كان في انطباع ان انا زي ما كنا بنشوف في الافلام، هو بيروح بيقعد على الشازلونج والاضاءه الخفيفه ويقعد. ده كان زمان دكتور خشب، ده كان زمان. دلوقتي لا، دلوقتي النظره تغيرت كومبليتلي للطب النفسي والعلاج النفسي. العلاج النفسي في جميع انحاء دوري العالم، في الرياضه يعني النهارده رونالدو ولا ميسي ولا كان دول ليهم اخصائي نفسي بيقعد معاهم عشان ما يخرجش عن شو. الاخر اللي هم بيبقى في الملعب بيتدرب ضربه عنيفه لو لعيب عندنا بيتدرب فيه كان قام ذبحه، لكن هو بيتدرب بيقوم وبيعرف ان هو لو اتصرف صرف او سلك سلوك مش مظبوط هيتغرم وهيترفع عليه قضيه وهيعاقب. طيب احنا لحد ما نحاول ان الثقافه دي تنتشر وتاخد حقها بشكل كويس، ايه بقى الرساله اللي نوجهها للاب والام علشان يتعاملوا ازاي مع الولد او البنت في المرحله دي وفي حالة التمرد الرهيبة دي كلها؟ وجعلناكم أمة وسطا. إحنا خير الأمور الوسط بالنسبة لنا. أتعامل مع ابني، كل مرحلة ليها خصوصياتها. يعني الطفولة ليها معاملة معينة، واللي بعد كده ليه معاملة اللي هي فترة المراهقة اللي هي المبكرة دي من 12 ل 18، واللي بعد كده ليه تعامل. أنا لازم أكون أولا أعلم ابني يبقى عنده ثقة في نفسه. ما يخافش. يتعامل يبقى قد الموقف. اخطأ يقول انا اخطأت وما يخافش من حاجه، لان الكذب من اول الاسباب اللي بتؤدي للانحراف. بقول الكذب لو شرب سيجاره وكذب هيتطور الموضوع، وبعد السيجاره يخش في مجالات تانية. هو طب ولا يشرب سيجاره ويجي يقول انا شربت سيجاره، ده يبقى حاجه كويسه؟ لا مش حاجه كويسه، بس يعترف ويقرر ان هو ما عملهاش تاني. ما نعالج ازاي يعني؟ هو العلاج ده انا عالج ازاي؟ لازم الاول هو يبقى عنده قناعه ان هو اخطا. على فكره ما هو يعني ما هو شايف نفسه في المرحله دي يا دكتور جمال، هو انسان متكامل ما بيغلطش، مخه كويس. طب ما هو في ناس في هذه المرحله ما بيشربش سجاير. يعني انا كنت مراهق كنت بشرب سجاير. لما ابني يجي يشرب سجاير اقول له انا، بيقول لي وانت قد كنت بتشرب سجاير؟ اقول له لا ما كنتش قد، كنت بشرب سجاير، ما بشربش سجاير مثلا. فلازم نواجه، لكن ما يكونش الاب بيشرب سيجاره والابن يجي يشرب سجاير يقول له ما انت بتشرب يا بابا. يبقى فاقد الشيء لا يعطيه. يبقى جزئيه ان انا لازم اوصل لابني ان هو او يقول لي يبقى صاحبي في
البنت تقول له ما انا بعمل كذا. حد كان يعني انا اعرف امهات لما الولد يكلم البنت في التليفون الام بتسمع المكالمة. حاجه جميل او حاجه جميل ده عند شريحه من الناس الثانيه رفض الموضوع شكلا وموضوعا. ايه ده واحد يكلم بنتي يعني مواقع النت اللي بيخش عليها بيخش على موقع منيله ويلاقي الولد داخل نفسه في جزئيه خطيره. لكن في نقطه مهمه هنا دكتور جمال، دور الرقابه اللي في بعض الاحيان بتخنق، يعني خصوصا ان السن اللي بنتكلم فيه ده واحد عنده 18 20 سنه، هل المفروض الاب لا انت رايح فين وجاي منين وما تخرجش غير لما تقول لي قبلها، ولا المفروض بيديله شيء من الثقه وحريه في الاختيار؟ الحريه لا تتنافى مع القيم والمبادئ. يعني انا ابني لما يجي يقول لي مثلا انت، اقول له انت رايح فين؟ انا رايح مع صحابي. هتعمل ايه؟ هلعب كوره. خلاص يبقى انا عرفت ان انا العب كوره. طب جه قال لي سينما. طب جه قال لي حضرتك انا هخرج. لا ما تخرجش النهارده. من حقي كأب من حقي ان انا اقول له ما تخرجش النهارده. الانعكاس ده عليه هو ايه بقى؟ معلش ما هو برده انت مش كل حاجه، انت مش في جنه كل طلباتك هتجي وتجاب يعني. طبعا لظروف ما معينه لازم برده يبقى في كنترول. الكنترول ده في حاجه افرض انا ابني ماشي مع ولد بيشرب مخدرات وانا ما اعرفش وفوجئت ان واحد قال لي، يبقى لازم بالتالي لازم امنعه عن هذا على القضيه لان هيورطه. ولاد صغيرين في سن معين ركبوا عربيه واحد صاحبهم وكان الولد ده رايح يجيب مخدرات من مكان ما واتقبض عليهم كلهم ودخلوا السجن. يبقى لازم يبقى في وعي ورعايه ولازم يكون في ثقه بين الاب والابن والام وابنتها وكده. ولا نخجل من طلب المشوره الطبيه ابدا، بالعكس. يعني مش معنى اللي هيروح لدكتور نفسي ان طفله ده بيعاني من درجه من درجات الجنان. يا بيه بعض الاطفال بيجي لهم تهتها وتلعثم نتيجه للتعرضوا على ضغط نفسي معين في المدرسه او في الحضانه او في الشهر. لازم يضطر. ما هو انت بدل ما تجيب ابنك وهو عنده مشكله كبيره هاته وياخد نصيحه افضل. الحقوا بدري. يعني انا بيكلمني ناس بياخدوا مني النصيحه بالتليفون ما كلفهمش حاجه، يعني بالتليفون يكلموني ابني بيعمل كذا بقول لهم النصيحه كذا ولو تقدر تجيبوا العاده هات. ما اصل انت يعني طب الحاجات دي عشان نطمن الناس ونشجعهم ان اللي عنده مشكله ممكن يتوجه لزياره الطبيب. طب الموضوع ده بياخد وقت ولا وقت ولا حاجه؟ يعني لازم بقى الجلسات والله وعايزين واحد فاضي ورايح والله ولا وقت ولو خد جلسه ولا اتنين ولا ثلاثه حتى في الشهر ايه المشكله؟ بس هتخويه وهتخليه نفسيا كويس، يعرف يتعامل مع الضغوط كويس. هو الناس اللي بتجي لنا العيادات دي وبيجي هم ما بيجوناش طول عمرهم بيجوا. بالعكس انا بفرح جدا لما بيجي لي حد بعد كده بيكون هو جالي من سنتين او من ثلاثه او من 10 يقول لي دكتور جمال انا جيت لك يوم كذا وانا مش وانا ناسيه خالص. انا جيت لك وبقيت كويس والحمد لله. انت لو بتنسى كده المفروض في حاجه درجه من درجات الاكتئاب. لا لا بنسى الحالات. طيب. يعني خلاص يعني لما بنجح معاهم الحمد لله خلاص بيتنسوا خلاص، يعني على اساس ان انا ما اقدرش اساله عن حياته بعد كده عشان ما يفتكرش. تمام. يرجع له بقى. بس بيجي له اخوه بيجيب له اخته بيجيب لابنه، يعني الموضوع ايه؟ انا ببقى سعيد لما بقى اكون سبب في سعاده اي شخص. طيب. زي ما اتكلمنا عن السن الحارج ده، في شريحة كبيرة جدا من الناس هم كبار السن، خرج معاش، قعد في البيت، علاقاته انقطعت بالمجتمع الخارجي، ده غير بقى انه غالبا بيبقى فيه ممكن بقى بعض الامراض زي الضغط زي السكر. هل الامراض دي والادوية اللي بتستعمل لعلاج الضغط والسكر ومعظم الامراض المزمنة هل هي ليها دور او علاقة بشكل او باخر بالاكتئاب؟ طبعا اغلب الامراض اللي هي المزمنة زي الضغط السكر القلب الروماتيزم كل الكلام ده بيبقى ليه علاقه بالاكتئاب. ازاي؟ لان هو اصلا بياخد علاج فكتر والعلاج ده علاج مزمن، يعني علاج مش هيبطل الا ما شاء الله. فتذكره بان هو بياخد علاج الضغط او السكر او القلب او الاعصاب كل ده هتلاقيه هو بيحس بشعور بالاكتئاب ان هو لكن انا عايزه برضو في السن ده انت اديت رسالتك وربنا بيحبك فابتلاك بهذا التعب ده فتعامل بقدر استطاعتك اخرج وغير. لو انت ظروفك مش سامحه كل فتره من الفترات حد ياخدك يوديك مكان فيه خضره رافض فيه هواء لا يضغطوا علي معلش يقول لك لا انا قاعد هنا انا قاعد كده مرتاح قدام التلفزيون خلاص. طب ما هناك برضو في تلفزيون. لا انا عايزه يتعامل مع الطبيعه. اصل جهاز التلفزيون جميل وكل حاجه بس احنا برضو عايزين نخرج من الحته الروتينيه اللي احنا بنتعامل معاها دي. الروتين ده لازم اكسره باي شكل. بدل ما الواحد يقعد ساعتين ثلاثه يتفرج على التلفزيون ويتفرج على ماتش كوره طب ما تنزل العب كوره. لا كبير السن بقى اللي مش هيقدر يلعب كوره واللي بتقول له لازم تخرج علشان تغير جو عشان حاله الاكتئاب اللي هو نفسه مش عارف ان هو عنده حاله اكتئاب وحاله الاكتئاب دي بتدخله
في مشاكل تانية كتير وبتنعكس على صحته اصلا. ان لازم حد يبقى معاه باستمرار يغير الاشخاص لو مش هيقدر بقى يخرج وده خلاص ده حالته يعني مش قادر خالص بقى مقعد مش معقول يكون قاعد يعني لا هو لو قادر يخرج هو رافض فكرة الخروج لا يخرج يحاول حد ياخده ويوديه مكان فيه بحر فيه خضرة فيه جو جميل هتلاقيه هيتغير كومبليت ولو مرة حتى في الاسبوع ولو مرة كل 10 ايام المرة دي كفيلة ان هي ممكن تفرق تعمل له ريفريش واخد بال حضرتك فعلا في كمان انت بتتكلم على كبار السن لا ده في كمان يعني برضه بعض السيدات اللي هم بيتاثروا باكتئاب الدوره الشهريه او اكتئاب السن الياس والكلام ده كله دي حاجه مهمه جدا لان الست برضه مخلوق رقيق يعني بيتاثر بسرعه قوي فالحاجات دي برضه بيجي لها اكتئاب اكتئاب الحمل لما كانوا بيتكلموا عن اكتئاب الحمل واكتئاب ما بعد الولاده كل دي انواع من انواع الاكتئابات برضه اللي احنا بقدر الامكان نحاول ان نهيئ لها جو يخرجها من الحاله دي برضه انها تخرج ان حد يعمل لها حاجه معينه تلعب رياضه في البيت الرياضه في البيت برضه عشان الناس بتقول لك انا اروح نادي واجري وبتاع العب رياضه في البيت امشي حتى واخد بالك اقرا في اقرا في قران اقرا في مجله اقرا في قصه اتعامل يعني ما تقفش كده اتفرج خش على النت لو انت عندك مواقع وتعامل طب في سؤال مهم هنا دكتور جمال في ناس بتبقى توصلت وعرفت ان انا ممكن اكون بعاني من حاله من حالات الاكتئاب وده مسبب لي قرف من الدنيا ومسبب لي قرف من الناس كلها ومفيش حد هيخلو من المشاكل ومش هيجي على بني ادم وقت ان هو ما عندوش مشاكل خالص الاسلوب الامثل ايه للتعامل مع ده ما هو انا مش هفضل هاجل سعادتي لحين ان انا كل ما عنديش مشاكل خالص وانا اصبحت بدون مشاكل ما عنديش مشاكل ماديه ما عنديش مشاكل اجتماعيه والولاد تمام والاخوات تمام والاهل تمام وكله تمام ومأجل السعاده كلها وراضي بالوضع اللي انا فيه ده ومش عارف اخرج منه هي برضه يا دكتور ذكري السعاده دي نسبيه انا ببقى سعيد لما بلعب كوره او انا ببقى سعيد لما بكتب على النت لما بتعامل مع النت انا ببقى سعيد لما بخرج في الهواء انا سعيد لما بركب عجله كل واحد اكيد فيه مشاعر لذه بتبقى موجوده عنده بتشعره بالسعاده واحد بيبقى سعيد لما ياكل اكله معينه بيبقى سعيد بيها واخد بالك واحد بيبقى سعيد لما يتفرج على سينما واحد لما سعيد لما يخش مسرح واحد يبقى سعيد لما يروح بحر مثلا يعني لازم كل واحد في حاجه بتسبب له السعاده طبعا احنا الطفل بيفرح بايه بالشوكولاته مثلا او باللعبه والله بيفرح باي حاجه اي حاجه بيفرح لما حد يجيب بالونه كده يلعب معاه بيه مش بيشعر بسعاده وانت بنفسك السعاده تنعكس مع الاخر يعني انا لما ابقى سعيد واضحك وابتسم هتعديني بالظبط نفس الكابه ما بتعدي والاكتئاب بيعدي السعاده بتعدي السعاده كويسه يعني حتى احنا عندنا انا في المستشفى اللي انا فيها مثلا طول ما انا ماشي انا بحاول اشعر الناس بالسعاده ازاي ان اقعد اهزر معاهم نضحك نتكلم ما احنا مش لازم احنا بننصح اللي هم شغالين في الرعايه عندنا اللي كل شويه بيشوف واحد بيخرجوه بنقول لهم خش طلع اسم النساء واتفرجوا على الطفل وهو بينزل كده يعني ادي عشان يتفرجوا اخرجوا من الاكتئاب اللي هو فيه ان هو يبص الحاجه حياه بقى واحد مات ولكن واحد هو جاي الدنيا تاني وكده فلازم ان احنا اولا من ضمن الحاجات اللي بتشيل الاكتئاب بقى انك الايمان بالله والعمل يكون عندك ايمان بالله ويقين بالله انك تؤدي فرائض ربنا وانك تشتغل عشان تحس بالانجاز الاحساس بالانجاز في حد ذاته ده يؤدي الى السعاده ما هو الانجاز في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها في امور متفاوته اوكي يعني بس على الاقل تبقى انت عملت لك يعني بص انت هتحاسب عن نفسك يعني والقيامه بتقوم لو لقيت زرعه كده وغرستها لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اغرسها ما خلاص الدنيا خلصت لكن اعملها يمكن تاخد ثواب ما حدش عارف ايه سعادته في ايه كل واحد عارف سعادته في نفسه انا ببقى سعيد لما اساعد حد انا يعني السعاده عندي انا كشخص جمال بقى لما اقضي مصلحه حد او اساعد حد لله انا ببقى سعيد جدا دي لذه العطاء الحمد لله دي لذه العطاء الحمد لله طيب اللي بيعاني من حاله اكتئاب ده بقى انا لقيت ان انا عندي اكتئاب اعمل ايه اولا استشير طبيب لا دي خليها اخر حاجه لان ثقافتنا مش هتيجي في الاول خالص دي يعني ان انا اكتب خواطر خواطر اجيب ورقه وانا كده واكتب خواطر كده افضفض يعني مع نفسي افضفض اقرا القران واستمع لي دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الانسان اسمع لاغنيه جميله اقرا قصه جميله اخش على مواقع النت العب شويه رياضه اخد حمام شاور كده خفيف واخد بالك في الجو الحر ده ما انت قلت لي برضه والحر يجيب ايوه صحيح يجيب الحر يجيب اكتئاب طبعا يجيب اكتئاب طبعا عشان كده كله قرفان الصبح لبس لو واحد ممكن واحد يلبس لبس جديد كده فهو يشعر بالسعاده طبعا
يعني خد بال حضرتك واحد كده مكتئب كده ودخل خد شاور وحلق دقنه ولبس لبس حلو وحط برفان ونزل كده تمشى لحد اخر الشارع شرب عصير ورجع هيحس بسعاده هيشيل الاكتئاب. طب دي حاجه مش مكلفه يعني حاجه ما انا بقول لك يعني حاجه ببلاش كده. السعاده غاليه غاليه بس احنا اللي معناش قيمتها. ان انا احاول اتعامل يعني ببساطه. انت قلت لي في البدايه ان في بعض الدول في شرق اسيا بيبتسموا وما بيشيلوش الهم. اول حاجه اكيد بياكل اكل صحي، اكل من الطبيعه، حياتهم بسيطه مش مكلفه. يعني انت النهارده الشاب النهارده لما يجي يتجوز عايزين شقه مش عارف ب 200,000 جنيه وعايزين عفش مش عارف ايه وفرع فين وفين. عملت له الموضوع كله، عملت له الموضوع يكره العيش والعيشه والعشاء ومش هيتجوز. انما عيش ببساطه هو ده احسن حاجه لعلاج الاكتئاب. اتعامل، اندمج، ما تقعدش لوحدك. ورضى، الرضا لمن يرضى. لازم ترضى، والقناعه دي كنز لا يفنى زي ما بيقولوا. لازم تبقى قنوع باللي انت وصلت له او اللي انت فيه. عايز تطور من نفسك، انا مش ضد التطوير ابدا، بالعكس طور واجتهد واعمل اللي عليك. هي غير فكره التطوير بقى، هي فكره التغيير في حد ذاتها. أيوة. كتير مننا هو حاسس ان مفيش جديد، هو الروتين اللي بنبات فيه هو اللي بنصبح فيه، نفس الروتين اليومي هو هو هو. لازم يوم في الاسبوع على الاقل او كل 10 ايام اخرج اعمل ريفلش لكل حياتي، انبسط. انت تعرف زمان لما كنا بنركب المرجحه كنا بنحس بايه؟ بسعاده، لان المرجحه دي بتطوحنا كده وبتيجي بتخرج الهموم بتاعتك بترميها. شوف اي طفل كده صغير ونازل من المرجحه ملامح هو عامله ازاي، تقول له شعرت بايه؟ بفرح وسعاده. لذلك كان في نصيحه دايما بتتقال، مارس حياتك كطفل. يعني عشان كده دايما تقول لك ايه، يا ريت نرجع طفل. ليه ترجع طفل ليه؟ عشان ما عليكش مسؤوليه. ايوه دي اهم نقطه. طب ما ماشي ولا شاغل بالك بحاجه ولا عندك مسؤوليه، بس عيش حياتك ببساطه بامكانياتك. مقاومه الحياه موجوده لكل الاشخاص، فقير او غني مقاومه الحياه موجوده. في حد ما بياكلش في اليوم؟ لا، كله بياكل مع التفاوت بقى. في حد مش لابس؟ لا لابس. في حد معهوش فلوس في جيبه؟ اي كتير او قليل موجود. تعامل من منطلق انك انت تتعايش بظروفك وامكانياتك فقط. طب ايه اللي غيره في الروتين؟ يعني هو اليوم ده كفيل بكده بس؟ في عمل تطوعي يا بيه. انا النهارده لما هو حد في دماغه دكتور عشان يروح يعمل عمل تطوعي ببلاش؟ يعني لا، يعني اقصد ان انت خرج من نفسك يعني اعمل حاجه جديده. انت بتقول روتين، اعمل حاجه جديده، ساعد حد. هو انت لو رحت مثلا ملجا او مؤسسه اطفال صغيرين ايتام واخدت لهم علبه بسكوت ب 10 جنيه ب 15 جنيه ورسمت بسمه على 10 اشخاص او 20 ولد صغير، ساعدت الدنيا كلها. مش بذمتك اخدت ثواب؟ واخد بالك؟ وارتحت نفسيا وحسيت انك عملت حاجه، حد شكرك قال لك جزاك الله خير. واخد بالك؟ فمش لازم ان انا اعمل حاجه جامده، انا مش لازم اروح بورت مارينا عشان انا ابقى سعيد. لا. يعني في حاجات برضه نقدر نتعايش بيها ونتعامل وتلاقي الامور استقرت وبقت حلوه جدا. طب الناس بقى اللي كنا بنتكلم عنهم اللي بيجيبوا اكتئاب دول، اللي بيقعدوا دول، اولا انصحه ان انت الاكتئاب معطل وليس مدعم. ما هو للاسف يا دكتور جمال في النقطه دي الناس لما بتقعد تتكلم مع بعضها دلوقتي، هو للاسف ما بقاش فيه مواضيع تبعث على التفاؤل والسعادة. يعني كل واحد زي ما حضرتك كنت بتقول بتقعد مثلا مع صديق ليك، فلما بتشوفه انت بتحكي له، بتفضفض معاه اللي مش عارف تفضفض بيه مع حد تاني في مكان تاني في وقت تاني. تمام. فالفضفضة دي في الحاجات اللي قرفاك دي هي نفسها تجيب اكتئاب. فللأسف ما بتلاقيش في موضوع يجيب تفاؤل، ده بالعكس، ده انت ما بتحكي له بتفضفض، انت بتفتكر كل اللي قرفك. يعني احنا دلوقتي احنا في ايام رمضان دي ايام كلها جميلة وسعيدة وتبعث عن البهجة. ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر، كل أيام رمضان جميلة. ما نتكلمش في حاجات مثلا في الدين، دي حاجة حلوة. دي حاجة. طب نتكلم في ايه تاني؟ أنا أتكلم في العذاب والأكل والأكل والشرب والصواني. المسألة مش كده خالص. أي حاجة تاكلها تحمد ربنا عليها، لأن في غيرك مش لاقي في أماكن تانية. في غيرك أحسن منك في أماكن تانية أوكي، بس ما تبصش لما هو أعلى منك، بص لما هو أدنى منك عشان برضه ترضى بالله ربنا يسموه. طب الناس بقى اللي بتديك طاقه سلبيه طول ما انت قاعد معاها ومش لا لا دي ده انت طاقه سلبيه كده، هقول لحضرتك ده ينقطعوا يعني ولا نعمل؟ لا انا هقول لحضرتك على حاجه بقى. انا عن نفسي لما يجي لي واحد يديني طاقه سلبيه انا بديله طاقه ايجابيه. ازاي؟ لازم اقول له على الحاجات الكويسه، ما اقولوش على الحاجات الوحشه.
يعني انا عن نفسي انا لما يجي واحد مثلا زعلان ويقول الحكايه اقول له نظمها، حاول اجتهد اعمل كذا اعمل كذا. عشان في ناس بتقفل كل حاجه في وشك يا دكتور. لا 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 لا, لا تقفل كل حاجه مش لا معايا انا مش هينفع مش هتيجي لا 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 يعني لازم 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 هو بص يعني يبص للموضوع نظره ثانيه عام واشمل، مش كل حاجه مش كل حاجه الماده ومش كل حاجه المنصب او الكلام ده كله، لا لا لا. ما هو لعل ربنا سبحانه وتعالى ما قداش للانسان هذه الميزه اللي هو في اعتقاده ان هي ميزه ليه، ده حمايه ليه مش غير لعل المال اللي كان هيجيله ده هيفسده، لعل المنصب ده هيفسده. طبعا من ضمن الطاقه الحاجات اللي موجوده في الطاقه السلبيه دي، لو في جروب قاعد مع بعضه وتلاقيهم قاعدين بيتكلموا زي الفل وفي مواضيع من اللي هي يعني ايه تفتح النفس وتبعث على التفاؤل، تلاقي واحد جه هو نشر الوباء، جه متاخر شويه هو قاعد، فتلاقي بص نشر طاقه سلبيه وزعها على الكل. ابن الكئيب قلب القاعد ابن الكئيب. لا الشخص ده الشخص ده المفروض الناس عارفين ان هو طاقه سلبيه، اه ده المفروض هم اللي يشدوه يخلوه يبقى ايجابي. مفيش فايده هو كده طبعا كده هو استنبه كده لا ده يموتوه بقى بعد عنه. ده خطر خطر القرب منه والقعده معاه لا هو المفروض ننصحه بس عشان هي يعني مش كل الحياه انصحه اقول له ايه طيب واحد رافض كل حاجه ممكن لا لازم اي امل يا بيه لازم يبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى موجود في جنه وفي نار يعني ما انت هي القصه في ايه ان الناس دول اجتهدوا وتعبوا فربنا وصلهم لهذه المرتبه يعني الشخص اللي بيصلي وبيصوم وبيتعامل باحترام و و وما بيرتجش جزاؤه في الاخره ايه الجنه طبعا طب والشخص طبعا. اللي بيعمل عكس كده بيخش الجنه لا, لا يمكن استعالا فهو لازم يعني يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا الانسان في كبد في مشقه فلو انت عندك مشاكل او حاجه لو رضيت بيها ربنا بيقسم ان اللي يرضى بالبلاء اللي انا اديته له ده لا يقيم له ميزان ويدخله الجنه ده في حاله ان انا عشان اغير فيه انا مش عارف اغير فيه انا عايز بقى ستاره احمي نفسي بيها من الطاقه السلبيه اللي هو عمال يرشها في وشي دي الرضا والايمان الرضا والايمان بالله وعارف ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ده بقى تعمل معاه ايه تعمل معاه بالمعروف انك تنصحه لوجه الله لا يعني مثلا اخذ العلاقه في اضيق الحدود يعني السلام عليكم صلوات الله يعني وحاول تنصحه عيد سعيد رمضان كريم خلاص كده بس لان برضو اديني النصيحه يعني برضو انصحه لله عشان هو ما يكتئبش هو اكيد برضو عنده مشاكل جواه لازم يفضفض فيها يعني ده ما تعرضه وقول له مثلا روح لاخصائية نفسية اقعد معاه احكي له مشاكلك يمكن تلاقي عنده حل مش هيخسر حاجة اصل هو بقى بيتبع منطق ومؤمن بجملة شهيرة ان مفيش فايدة لا, لا 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 بص لو مفيش فايدة ما كناش لا انا قاعد هنا ولا انت قاعد هنا اكيد في تطور وفي اجتهاد وفي عمل لازم لازم لا, لا التشاؤم ده من حاجة مش كويسة قوي احنا بنبعث لها التفاؤل والتفاؤل من الله والتشاؤم ده من الشيطان طيب اكل ايه بقى؟ كل كل حاجة اكل ايه يخليني سعيد سعيد فاكهه خضار واخد بالك اي حاجه في الفاكهه بص كل كل حاجه باعتدال واخد بالك وكل اللي بتحبه يعني مثلا ايه ما تاكلش حاجه انت ما بتحبهاش مثلا لكن الحاجات اللي تبعث على السعاده الاسماك من الحاجات المفيده صحيا ونفسيا المكسرات حلوه رغم انها غاليه اليومين دول بس حلوه لو بتخ لا مش قوي ما بياكلش ده كتير الموز السلطه الفواكه عموما جميله وكويسه الخضار بكافه انواعها يعني السعاده مش في اكل اللحمه والرومي والفراخ والحاجات دي بس كده اصل انت الانسان محتاج قطع صغيره جدا من اللحم مش محتاج كيلو يعني مثلا قطع صغيره بس مع شويه الخضار والسلطه دي اهم من اي حاجه دكتور جمال احنا سعداء بلقاء حضرتك طبعا احنا عندنا اسئله كتير بس وللاسف وقت حلقتنا خلص واحنا بنشكرك على المعلومات الجميله اللي يعني قدمتها لنا والحوار اكتر من ممتع بصراحه يعني انا اللي شاكر كل سنه وانتم طيبين وبهني القناه المحترمه والاشخاص القائمين عليها ربنا يخليك دكتور جمال احنا في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور جمال عبد الحميد استشاري العلاج النفسي ودكتوراه في العلاج النفسي بنشكرك دكتورنا العزيز وكل عام وحضرتك بخير بنشكر الساده المشاهدين ونتمنى ان احنا بعد الحلقه دي ما نكونناش جبنا اكتئاب ونكون عرفنا ايه اللي خرجنا من حاله الاكتئاب وعلى وعد بلقاء جديد في حلقه جديده من برنامج ساعه الاستشارات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.